محمد صلاح إصرار وعزيمة في صورة إحباط ويأس. حتى لو خسرت 100 يا صلاح، ولو راحت 100 بطولة، عمر ده ما هيقلل منك ولا من قدرك عندنا. اللي انت عملته وبتقدمه لأجيال كتيرة عمره ما هيروح في ماتش، لأنه خلاص بقى بصمة حديد في أذهاننا جميعا. الأحلام اللي انت رفعت سقفها عند الشباب والأطفال والناس الكبيرة، غيرك في سنين كتيرة جدا ما قدرش يعملها. حزنك على عنينا والله، حتى لو مش بنشجع فرقتك، بس بنشجعك انت لأنك واحد فريق واهم فريق بالنسبه لينا. اللي انت عملته للمنتخب زمان واللي بتفرحنا بيه في كل ماتش مع الليفر او كل انجاز بتوصله بيزود كل يوم غلاوتك واحساسنا بيك. لنا كنا حاسين اننا اللي اتكسرنا واتصابنا في 2018، وزي ما كلنا كنا حاسين بزعلك لما اتغلبنا من السنغال وما صعدناش، ده بيأكد ارتباطنا بيك. انك مش مجرد لاعب كوره، انت مجرد من ملهم، من قدوه، من حد كل الاجيال اللي طالعه كبار وصغار. مش رسمة غير هدف في دماغه اسمه محمد صلاح فخر العرب. انا عارف كويس ان كان نفسك تاخد حقك من الريال في ماتش نهائي زي ده، بس يكفينا ويكفيك عزيمتك وعينك اللي كان بيطلع منها طموح وعزيمة انك ترد على وجع وألم نهائي 2018 لما اتصبت في دراعك. بس زي ما تعودنا عليك بتقوم اقوى، وزي ما عودتنا ان مفيش ظروف وان مفيش وقع مقياس لحاجة، ان شاء الله اللي جاي افضل ليك. وحاجة مهمة للشباب اللي أخدوا الموضوع بسخرية، سواء بداية من تعليقات أو بوستات أو فيديوهات في المباراة، رد اعتبار لخسارتهم نهائي زي ده، ده الرد الاعتبار بتاعهم. انت عشان بعيد عن الصورة وعشان دماغك مش بنفس حجم طموح لاعب بحجم صلاح، فانت شايف ان الموضوع كمشجع عادي وان احنا مكبرين الموضوع، ولما هو ما ينفذش الحاجة اللي انت كنت بتتمناها فتقول عليه ده بقى فاشل، ده بقى وحش، ده بقى مش كويس. بس انت اللي اتعودت على النجاحات والخطوات الكبيره والخساره البسيطه بتضايقك، ما بالك بقى بمباراه مهمه زي بتاعه النهارده. لو صلاح بالنسبه ليك مش بطل بتفتخر بيه وبتسنده في ازمته، فلازم تراجع نفسك كويس قوي، لانك كده لا شايف اللي بيعمله لجيلك ده ولوقتنا ده، ولا قادر حد تسكت. فخور بيك وبكل حالاتك يا صلاح، فرحتنا بيك وكتير، ودموعك غاليه علينا يا سوبر صلاح. ثانك يو مستر محمد صلاح.